أهلا فيكم في الحلقة 14 من الطريق إلى كندا. الطريق إلى كندا إن شاء الله يكون سهل ومعبد لكم، إن شاء الله تنبسطوا وتستفيدوا من هاي الفيديوهات. مرحبا في الحلقة 14 من شرح الطريق إلى كندا أو شرح موقع الإميجريشن تبع كندا. زي ما انتم شايفين احنا شغالين لسه على إميجريت تو كندا اللي هي طريقة الإميجريشن. في آخر اشي طبعا حاطين شغلة كونفيوزينج هون الريفريجيز، وموجودة في الصفحة اللي قبلها، ممكن ندخل عليها ونشوف. هي بتوصل لنفس المرحلة. anyway الريفريجيز والأسايلمز تقريبا موجودين في نفس المكان هون. في عدة طرق للريفريجيز. الطريقة الأولى اللي هي regular border crossing and asylums in Canada، اللي هم بيدخلوا عن طريق الحدود وغير قانونيا وبيعملوا they claim their asylums على الحدود، يعني بطلبوا اللجوء على الحدود. هدول عادة معظمهم بيجوا عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، بيدخلوا عن طريق الغابات. طريق خطيرة شوية، معظمهم بيدخل عن طريق كيبيك أو مانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا. وأول ما يدخلوا الحدود تمسكهم الشرطة الكندية، ساعتها بقولوا إحنا جايين نطلب اللجوء، وبالتالي هم بطلبوا اللجوء. صارت هذه الحالات كتير، خاصة مع من هايتي اللي هربوا من أمريكا لأنه كانوا معتبرين أنه الوضع في أمريكا مش سهل، لأنه ما عطتهم أمريكا اللجوء، حق اللجوء هناك، وإجوا على كندا وطلبوا لجوء بكميات كبيرة الفترة السنة الماضية. الآن عم بحاولوا يعملوا حد لهذا الموضوع، لكن لحد الآن موجود. فندخل عليه نشوف. هون بحكي لك شو لازم تعرف، what you need to know before. طبعا المهم انك تعرف انه هم يعني ما حي يمسكوك وحطوك بالسجن، لا، بحطوك في مكان تجلس في كندا. طبعا عندها international obligation، عندها قدرة على أخذ هذول اللاجئين، أو واجب بيعتبروه أخذهم. لكن طبعا الآن في مشاكل صارت مادية، مين بده يدفع على هذول، وين بده يسكنوا بعد ما يدخلوا، وهذه الأمور. طبعا هون بقول لك you will be removed from Canada if you don't have a legitimate claim. يعني واحد مثلا ما عنده قصة قوية أو دافع قوي إنه يعمل لجوء، أكيد رح يرفضوا اللجوء تبعه ويطردوه. فهو عادة بدخلوك temporary، بحطوك في مكان، بعد فترة بيجي القاضي بيستمع لقصتك، إذا أقنعت القاضي القصة ممكن يعطيك حق اللجوء في كندا. طبعا هذا الأول. طبعا كندا بتحكي هون إنها هي managing the borders، عشان هيك هم عادة اللاجئين هدول عارفين الطرق اللي بيدخلوا فيها، ومعظمهم زي ما حكينا بيجوا من اليونايتد ستيت لأنه هي البوردر الوحيد اللي موجود مع كندا في جنوب كندا. وهذه الاستاتيستيك ما بعرف إذا حابين تعرفوا عنها، قديش طلبوا أسايلمز السنة الماضية. anyway هون 2019 مثلا، خلينا نحكي العدد، هذا كل شهر وبكل مقاطعة. زي ما انتم شايفين نيو برونزويك ما عندها نهائيا، كيبيك اللي عندها، انتاريو برضو ما عندها نهائيا، مانيتوبا كانت شوية بعدين زادت، ساسكاتشوان ما عندها او قليل جدا، البرتا قليل، بريتش كولومبيا اكتر اشي، طبعا كيبيك هي الاكتر صراحة. طلعوا 2000 تقريبا في شهر جولاي و 8000 التوتل. هذا ب 2019، ومعظم الناس بيدخلوا عن طريق كيبيك. طيب هذا الاول. هلا الثاني اللي هو claim refugee protection from inside Canada، يعني انت دخلت كندا اوكي
ومعك فيزا ودخلت عادي عن طريق المطار، اول ما بتدخل بتقول انا بدي كليم، تعمل كليمينج ريفريجيز بروتكشن، لانه انا عندي مشاكل او بتعذب في دولتي، في ريسك على ماي لايف، يعني ممكن حدا يقتلني غاد، او في خوف انه يصير في إشي، ممكن يكون وضع سياسي، ممكن يكون وضع مثلا ثأر او شيء زي كذا. فهذه الامور بتقدر اذا في عندك قصة برضو او حالة بتحكيها للقاضي، وهو بيقتنع او ما بيقتنع، هو صاحب القرار. طبعا لازم تكون داخل ليجل لكندا، وبتعمل اللي هو للبروتكشن. هاي هون، هاي شايف انك هون some people are not eligible to claim refugees. هدول مين هم؟ طبعا الديسيجن بروح للقاضي زي ما حكينا. معظم الحالات اللي بيحكوا عنها اللي هي انه في تمييز عنصري او تمييز بسبب الدين او العرق او اللون او البوليتكس او النظرة السياسية، اذا انت مثلا عضو لجماعة معينة او لا، person in danger زي ما حكينا على حياته، وهدول اللي بيقدروا يعملوا ريفريجي. طبعا كويس اذا بدك تيجي على كندا وتعمل هذه الشغلة، تقرأ هاي الصفحات very clear. كندا في عندها agreements مع الولايات المتحدة انه الاشخاص اللي بيعملوا كليم في الولايات المتحدة ما بيقدروا يعملوا كليم في كندا، واذا وصلوا للولايات المتحدة المفروض انهم ما يعملوا كليم. لكن لحد الان كندا ما عم ترفض الريفرجي، خاصة اللي حكينا عنهم في المرحلة السابقة اللي بيدخلوا الليجل لكندا. طيب هلا في هاو كندا ريفرجي، هذه ما حتكم همكم كتير. هاي اذا رفض الكليم، اوكي كي فيجرز، هاي اللي حكينا عنهم ال statistics او الاحصائيات. اوكي سبونسر ريفرجي، هذه الحاله الثالثه اللي بتقدر تعمل فيها ريفرجي، اللي هو انت تلاقي برايفت سبونسرز عشان يجيبوك هون. عاده بسموهم جروب اوف فايف، هم خمسه كنديين قادرين على انه قادرين ماليا بحيث انه يدعموك سنه كامله لما تيجي هون. بعد السنه هاي بتصير اون يور اون، بما معناه انه الحكومه ما بتتكفل في مبالغك. السنوات الماضيه كانت الحكومه حاطه بروجرام 6 تو 6، يعني 6 مانث الحكومه بتتكفل فيك، اللي هي 6 الثانيه او اول 6 اشهر السبونسرز بتكفلوا فيك. عادة بوقعوا مع تعهد هدول السبونسرز انه بيتحملوك. طبعا هدول السبونسر بتحمل مسؤولية كبيرة عشان يجيبوا هدول الريفرجي، فعادة بنقوا العوائل اللي بيعرفوها. اذا بتعرف حدا هون في كندا بيقدر يعمل لك كوميونيكيشن مع جروب اوف فايف. الموضوع مش سهل جدا، في اوراق كثيرة لازم يقدموا، الاحصاء الضريبي ودخلهم السنوي لمدة سنوات، 3 سنوات اي ثينك، وعشان يعملوا هذا السبونسر شيب بروجرامز. في كيبيك برضو مرة ثانية الموضوع بيختلف. وهذه هي الجروب اوف فايف اللي كلكم بتسمعوا عنها. في اوكي في طبعا كان موضوع انك تقدر الكنيسة تعمل لك سبونسرز. هذا الحكي كان موجود، ما بعرف اذا هلا موجود ولا لا. طبعا سمعنا انه وقفوه لفترة معينة للنظر فيه. وفي الجوفرمنت سبونسرشيب، هدول بيجوا عن طريق اليونايتد نيشن. هذا الموضوع بيختلف اختلاف كلي. اللاجئ لازم يكون مسجل كلاجئ في منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR، وعن طريقها UNHCR تتواصل مع الدول اللي بتاخذ لاجئين. مثلا كندا لها حصة 5000، استراليا لها 5000، بريطانيا لها 5000 مثلا. بتقول لهم احنا عندنا هدول الفايلات اليجيبل انهم يروحوا على هاي الدولة، بدرسوا الحالات وبتواصلوا معهم بكملوا اجراءاتهم. صارت هاي الحالات مع الاخوة السوريين لما اجوا هون، اخذتهم الجفرمنت وعملت لهم كل اشي. هدول بسموهم government sponsorship، لازم تكون مسجل عن طريق منظمة اللاجئين، وعن طريق يكون رقم، يعني التسجيل مش انك تكون مسجل او جيبك واحد، هاي الحكومة بتسجل.
اما البرايفت سبونسرز هاي بتختلف كتير. اوكي، هون بعطيك بعض المعلومات. هون بحكي عن السوريين اللي اجوا، كيف كانت الرحلة تبعتهم وكيف الارقام. وهون فايند السيرفيسز اللي بعطوها، يعني كلها بعد ما تيجي هاي. طبعا هذه النقطة مهمة جدا، protect yourself from fraud. للأسف للأسف للأسف، خاصة مع موضوع اللاجئين صار في كتير تحايل على القانون وتحايل على اللاجئين. بيجي واحد بقول للاجئ أنا بعمل لك sponsorship أو بلاقي لك 5 يدعموك في كندا، بس لازم تدفع لي مثلا 30,000 دولار أو 40,000 دولار. هدول لازم نحطه في الحساب رسميا. يعني هلا السبونسرز لما بيجوا، ليش جروب اوف فايف؟ هم لانه كل واحد مثلا بتحمل تقريبا 5000 دولار من جيبته عشان يقدر يجيب الشخص هذا او الفاميلي هاي، فبحطوها في حساب البنك. هذا الحساب البنك بكون بنعطى للاجئ لما يجي خلال اول سنة، بعطوه مثلا كل شهر 1500 2000 دولار 3000 دولار، إلها حسبة يعني ما بعرف شو هي. فبيجي هدول تبعون النصابين بيحكوا لهم انت ادفع المصاري وانا بلاقي لك الجروب اوف فايف. طبعا هذا غير قانوني لانه مش لازم هو يدفع الفلوس هاي، هو لاجئ مفروض ما معه اصلا فلوس انه يقدر يجي. المهم بصير الفرود هذا. طبعا اذا اكتشفت الحكومة ممكن يكنسلوا كل الابليكيشن، وحتى بعد ما يجي ممكن يتغلب. وفي صارت كتير انه اخذوا مصاري من الناس وحطوها في حساباتهم الشخصية، وبعد سنتين قالوا لهم رفض الطلب وات ايفر كان ناقص. ف انتبهوا كتير من موضوع الفرود. طبعا في فرود تاني بصير اللي هو الزواج، الماريج فرود. هذا كتير كتير في ناس هون بعرض عليك او بتعرض عليك انها تتزوجك مقابل مبلغ من المال. الحكومة هون كتير بتشدد على الموضوع، كتير احيانا بيجوا بيعملوا كبسات على البيت بيشوفوا هل في فعلا الاثنين ساكنين مع بعض ولا لا. ف للاسف هاي الشغلات عم بتصير. في الانترناشنال ايميل اند تليفون سكامز، هدول شركات عم بتحاول انها تحكي انها هي من الاميجريشن وانت صح لك اميجريشن على كندا او وات ايفر، لازم تدفع المبلغ الثاني واحنا عشان نكمل لك الاجراءات. النيو كومرز بصير عندهم كتير فرود لازم ينتبهوها. هاي الامور يعني الحكومة كتير عم بتحاول انها تركز عليها، لكن للأسف النصابين والمحتالين أقوياء. فعشان هيك كنت حابب إنكم تكونوا يعني واعيين للأشياء اللي بتسووها، ما تعرضوا على أحد فلوس، ما تحاولوا إنكم تنضحك عليكم في فلوس، حاولوا تجدوا ناس فعلا مستشارين مسجلين وعندهم مسؤولية، لأنه إذا صار مشكلة أنت ممكن تقاضيه قانونيا. يعني إذا في بينك وبينه أوراق وغلط بإشي أو ما سوى لك إياه حسب ما أنتم متفقين. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.